ارجع ورا طبع السعودي من قدم راح علم اللي ما درى بارواحنا نفت العلم ما نرجع ورا مساء الخير مساء السعودية مساء الوطن أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة السعودية في هذا اليوم اللي تستعد فيه المملكة وشعبها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 94 يوم تكاتف فيه رجال أبطال أوفياء اجتمعوا خلف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لتوحيد هذه الأرض المباركة لتعكس بذلك وحدة واندماج وطن. واليوم متابعينا تضيء المملكة لعدة أيام بإضاءات الاحتفالات التي يسودها العز والفخر والحماس بهذه المناسبة العظيمة حيث تستعد كل مدن المملكة بدءا من عاصمتها باحتفالات وفعاليات تفاعلية لتعزز محبة ووفاء شعب لأرض وطن عظيم. قدم راح علم اللي ما درى بارواحنا نفت العلم ما نرجع ورا راح علم اللي ما درى بارواحنا نفت العلم راح علم اللي ما درى المملكة متمثلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بشكل جاد من أجل أن تشارك المملكة قصتها حول تحقيق مراكز متقدمة عالميا في قطاعات مختلفة. We'll be right back.
كل عام متابعينا تستعد فيه المملكة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني، ولا بد في هذا اليوم أن نستحضر فيه بطل ملحمة التوحيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حتى نتعرف وتتعرف الأجيال على هذه الشخصية الفذة وما كابلته في سبيل توفير وطن مترامي الأطراف يرفل في الأمن والأمان طبعا كل من يعيش فوق هذه الأرض. يسعدنا حتى نتكلم عن شخصية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ينضم معنا الباحث المتخصص في تاريخ وتراث المملكة الدكتور سعد العريفي، حياك الله وكل عام وانت بخير. انت بخير وسعيد انا التقى بك نجاح. حياك الله دكتور. يعني في البداية في هذا اليوم اللي اكيد يحتفل فيه ابناء وبنات السعودية في وطنهم وفي تاريخ وطنهم، نستحضر اكيد الشخصية الابرز والاهم، شخصية تاريخية لها بصمتها في التاريخ من ناحية الذكاء الحكمة القوة. أبغى أتكلم معك في البداية عن شخصية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعني من أبناء الجزيرة العربية، حاد الذكاء، قوي الشكيمة، صبور، شجاع، مقدام، وإذا قيل هذا الكلام لا يعد اعتباطه وإنما حقيقة. التاريخ يروي لنا الكثير من القصص حول ثبات الملك عبد العزيز في المواقف المهمة جدا، منها أنه حينما كان طيب الله ثراه في رحلته بعد سقوط الدولة السعودية الثانية في البحرين، كان يعد من أحد رجال ديوان الشيخ عيسى آنذاك، حتى في من القصص التي تروى أن الفارس المغوار راكان بن حفلين شيخ الأجمان آنذاك لما دخل المجلس، وكان مجلس الشيخ عيسى مكتظا بالحضور، وكانت الدبلوماسية تقتضي أن يعني يفسح له مكان إذا أراد الشيخ عيسى ذلك. حينما سلم على الشيخ عيسى ولم يجد مكانا وهو في حائرا في وسط المجلس، أشار الملك عبد العزيز إليه وهو صغير في السن، لم يبلغ 17 من العمر، فأشار إليه أن يجلس بجواره وكان بجوار الشيخ عيسى، فتنبأ له الشيخ راكان بمستقبل باهر ودعا له أن يحفظ له يعني ذكاءه وحكمته. كمان الملك عبد العزيز رحمه الله رحيما بالجميع حتى مع أعدائه، يروى أن كثيرا من أعدائه بعدما يصابون ويؤسرون كان يعالجهم طبيب الملك عبد العزيز الخاص، وكان الملك عبد العزيز في الحروب يحرص من شخصيته الرحيمة أن يؤتى بالشخص مصابا وليس قتيلا، وكان يعطي على ذلك مبلغ 20 ريال آنذاك. فالملك عبد العزيز يعني طيب وشجاع في آن واحد. ممكن في هذا اليوم زي ما ذكرنا في بداية هذه التغطية الخاصة والاستباقية أكيد باليوم الوطني السعودي، نتكلم عن شخصية الملك عبد العزيز في جوانب مختلفة، وهذا اللي نذكره في هذا الفقرة، نتكلم في جوانب مختلفة. الجانب التربوي، علاقته بأبناء الملوك، التربية اللي أكيد مشوا بعد الملوك أبناء على هذا النهج، نتكلم عن هذا الجانب. طبعا الملك عبد العزيز مع الجميع كان يعني عادلا، وكان يحرص خصوصا مع أبنائه أن يجعلهم مثالا للمواطن السعودي الصالح، وكان كثيرا ما يحرص على تعليمهم ويحرص على تثقيفهم ويحرص كذلك على تأديبهم. فإذا جاء مظلوم يشتكي من أحد أبناء الملك عبد العزيز أحضر هذا الإبن ووبخه أمامه وأمر بالشرع أن يقضي فيه. كما أن الملك عبد العزيز حرص على تعليمهم وأنشأ مدرسة سميت لاحقا مدرسة الأنجال، وفي هذه المدرسة تعلم الكثير من أبناء الملك عبد العزيز والمحسوبين على الأسرة المالكة. بل من القصص التي تروى أن الملك عبد العزيز حينما دخل هذه المدرسة وكان يعني يشجع المعلمين ويشجع الطلاب، كان أحد الطلاب قد اتسخ ثوبه ببقعة من الحبر فيحاول أن يخفيها لئلا يراها الملك عبد العزيز، فلم يرق الملك عبد العزيز هذا وقال بل هذا مثال للطالب النجيب، هذا عطر المتعلمين، إذا كان الوجهاء يتباهون ببقعة من دهن العود فهذا هو عطرك الذي تباهي فيه. كما الملك عبد العزيز حرص على تنشئة أبنائه النشأة الصالحة، وقد ثبتت لاحقا مع أبنائه الملوك بدءا من سعود ووصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. يعني دكتور ذكرنا ممكن جانبين مهمة، لكن يعني من أحد الألقاب الشهيرة أخو نورة، وإذا اعتزل الملك عبد العزيز بشقيقته نورة وعلاقة الملك عبد العزيز مع شقيقته، لو نتكلم عن الجانب هذا لأنه يعكس
أولا علاقة كبيرة جدا مع شقيقته، وأيضا علاقة ودعم المرأة وقوة المرأة السعودية في جانب ثاني. نورة أو لنور كان الملك عبد العزيز دائما ينتخي بها ويعدها يعني مثالا للمرأة الصالحة. هي تكبر الملك عبد العزيز بسنة، حيث ولدت العام 1292 للهجرة. كانت حكيمة وكانت عاقلة وكانت رزينة، كانت تحض أخيها الملك عبد العزيز على استعادة الرياض وهم في الكويت، وكانت أمه غفر الله لها كانت يعني ترأف به وتقول يعني خفف من آمالك، خفف من طموحاتك، تخاف على ابنها، لكن نورة كانت يعني تحضه وتشجع وتقول يعني لا تتردد في أخذ حقوقك. وبالفعل لما استرد الرياض جعل للأميرة نورة قدرها ودائما يذكر مآثرها، كما أنه يحرص على زيارتها يوميا ويستشيرها في الكثير من القضايا. ويروى أنه يقول لو كانت نورة ذكرا لحكمت لرجاحة عقلها ووزنته. وكانوا في ذات مرة يعني يتقهون في مجلس خاص بهم، فكانت يعني تشير إلى أحد التمور، تمور الأحساء، وكانت تقول طيب هذا التمر يعني لو قدرنا يعني نحصله بأسهل الأثمان. فكانت تشير إلى استعادة الأحساء، والأحساء كما تعلم هي واحة نجد أو يسمونها الباكيارد، الحديقة الخلفية لنجد. فمن خلال الأحساء يستطيع النجديون أن يعني يتبضعوا ويستوردوا تجارتهم. فلمحها الملك عبد العزيز ولم يطل الوقت حتى استعاد الأحساء عام 1331. كما أن الأميرة نورة كانت كما يقال السيدة الأولى في المملكة العربية السعودية، فإذا جاءوا ضيوف المملكة العربية السعودية الرجال يذهبون إلى الملك عبد العزيز والنساء يذهبون إلى الأميرة نورة، فكانت عارفة ببروتوكولات المملكة العربية السعودية وأعرافها الدبلوماسية. وقد أثبتت نورة يعني حسن ذكاء وحسن التصرف في الكثير من الحالات. حزن الملك عبد العزيز حينما توفيت حزنا شديدا، حتى قيل أنه في رمضان العام 1369 الهجرة أفطر من شدة حزنه عليها. وكان العام 1369 الهجرة مقررا لإقامة حفل استعادة الملك عبد العزيز الرياض، 50 سنة عن استعادة الملك عبد العزيز الرياض. فألغى الملك عبد العزيز هذا الحفل لأنه لم يستطع أن يقيم حفل في وقت كبير. توفيت ودفنت في مقبرة العود بالرياض بجانب أخيها الملك عبد العزيز. كانت يعني نورة تحب أخيها عبد العزيز، وكان عبد العزيز يحب أخته نورة حبا فطريا، حتى لما جاءت الطائرة يعني من القصص اللي تروى كانت تخاف أن تركب الطائرة، فحضها الملك عبد العزيز حتى لا تتعب في الطريق من خلال السيارات أو الجمال، فقالت لا أركب الطائرة حتى يعني تثبت صحة أمنها وكذا. فركب الملك عبد العزيز أمامها وطار وحلق أمامها ثم نزل فاطمأنت لذلك. يعني ممكن في هذا اليوم شخصية تاريخية مهمة وحدت هذه الأرض، شخصية الملك عبد العزيز بقوته وشجاعته في مراحل مختلفة من حياته. الجانب المهم والجانب اللي ودي نتكلم عنه في المحور اللي هو التواضع الملك عبد العزيز مع الناس، محبة الناس له ببساطته وتواصله معهم والكلمات اللي كيوجهها لهم. ودي نتكلم دكتور سعد عن هذا المحور. الملك عبد العزيز طيب، طيب جدا جدا يعني إلى أبسط مما يتخيل المرء، كما أنه كان يعني غضوبا، غضبة شديدة جدا، فإذا غضب لا أحد يستطيع أن يتكلم معه، لكنه إذا انشرح صدره وابتهجت أساريره يجد من يلقى يعني الحفاوة منه والترحاب. الملك عبد العزيز كان كثير الصدقات، ويروى عنه قصص كثيرة أنه كان متصدقا باذلا للمال، وكان يدعى له، وحينما توفي فقد من كان يتصدق على المساكين، فعرف أن الملك عبد العزيز كان هو الذي الراعي الأول لذلك. كان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعني طيبا وبسيطا جدا. كان الملك عبد العزيز حينما يغضب من شخص ويزعل عليه لا يطل المقام حتى يعني يراضيه، وكان جنبه بعض الرجال الذين اختصوا بذلك، منهم الأمير سعود ولي عهده آنذاك، الملك لاحقا. كان حينما يغضب على شخص يعني يبعد هذا الشخص، بعد يوم يومين يبدأ يكلم الملك فيه ثم.
في ذات مرة يعني غضب الملك عبد العزيز على مترجمه أو صاحب الإذاعة كما يسمى عبد الله بالخير، فيعني غضب غضبة شديدة، فأبعد عبد الله بالخير وأمر حارس القصر خالد اللي هو نسيت اسمه ألا يدخل سعيد جودة ألا يدخل القصر. فتأخر سعود ماجة، لأن سعود كان مسافر حينها، عبد الله بن عبد الرحمن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن لم يكن موجودا، فلم يأتي شخص حتى يلاطف الملك عبد العزيز في هذا الشخص، فنادى إلى معاونه بشير السعداوي، قال يا بشير شوفنا عبد الله بالخير يعني ودنا الراضي ترى نسمحنا عنه المرة يعني. فذهب إليه وأبلغه فقال الملك أمر أن لا أدخل القصر، كيف أدخل؟ قال تعال هالمرة، قال لا لن أذهب معك، قال الملك هو من أمرني. فحينما دخل وكان المجلس مكتظا بالحضور، فخاف عبد الله على نفسه أن يعني يتفشل مرة أخرى في قصر الملك عبد العزيز. فلما دخل وكان الملك يعني في وسط يعني الحضور، وكانوا كلهم يعني ينظرون هذا عبد الله اللي طرد من القصر قبل يومين، فابتسم الملك بسمة دخلت إلى قلب عبد الله بالخير، فابتهج عبد الله بالخير حينها وقرب منه وأمر له بدبل راتبه، كان يأخذ 100 ريال فأعطاه 200 ريال، فارتاح عبد الله بعدها. كما يعني من القصص التي رواها خالد الفيصل أنه حينما رأى الملك عبد العزيز مخيمه بالظهران جلس إليه، وكان الملك عادة يحب يلاطف الأطفال ويمازحهم، فقال يعني أنت أمير وأخوك سعد أمير وهذا فيصل أبوك أمير وهذا سعود بن جلوي أمير، من الأمير فيكم يا هالأربعة؟ فهدي الأمير خالد إلى إجابة قال في حضرتك مالنا سنع كلنا، يعني في حضرة الملك لا أمير بيننا. فأعجب الملك برد الأمير هذا الرد خالد الفيصل، والقصص في هذا يعني تروى وتحدث. أوكي، كل هذه القصص أكيد فيها جانب يوضح علاقة الملك عبد العزيز مع المواطنين، علاقته مع أبنائه اللي هم أكيد من بعد أكيد كانوا امتداد لهذه القصة. نرجع بالزمن إلى الملك عبد العزيز في مرحلة الشباب، في هذه المرحلة المهمة جدا اللي قرر ينطلق أكيد الملك عبد العزيز ورجاله لتوحيد المملكة. لو نتكلم عن المرحلة هذه بالتحديد، مرحلة تعكس قوة وشجاعة الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز حينما غادر الرياض كان يعني عمره 16 سنة تقريبا، لكنه لم يكن شخصا عاديا، لم يكن شخصا من عامة المجتمع خرج بعد سقوط الدولة، لا، كان ابن الإمام حاكم الدولة آنذاك وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ابن فيصل بن تركي حاكم الرياض، ابن أو إمام الدولة السعودية الثانية، ابن تركي بن عبد الله إمام الدولة السعودية الثانية ومؤسسها، ابن عبد الله ابن محمد بن سعود أحد أشداء آل سعود حينذاك. فحينما خرج وعمره 16 سنة كان يعني ملبسا بالكثير من التجارب في بيت الحكم، ولم يخرج إلى أماكن عامة، بل ذهب إلى يعني دوائر حكم، كان عند ملك البحرين أو كان عند شيخ الكويت، فكان يعني مقربا من دوائر الحكم، فنضجت تجربته السياسية التي حنكت حتى عاد وعمره 26 سنة واستعاد الرياض، ومنها بدأ بتكوين المملكة. فكان الملك عبد العزيز يعني موقنا بأهمية التتابعية الطبيعية، كما أن الملك عبد العزيز غفر الله له كان يعني يتعب من أجل شعبه، وفي هذا يعني ممكن تسرد مجلدات، لكن قصة بسيطة جدا، لما يخيم الملك عبد العزيز أو يذهب إلى أي مكان كان يحرص على أخذ جهاز البرقية معه، وجهاز البرقية إذا كنت تعرف اللي هو يعني شفرة موريس اللي تواصل كده، هذا الصوت مزعج، والصوت هذا مشبوك بماطور هو اللي يشغلها، الماطور هذا يصدر هديرا كبيرا. فلما كانوا في مخيمين في إحدى المرات كان الماطور بقرب الملك عبد العزيز أو مخيم الملك عبد العزيز، فحرص مأمور البرقية أن يبعده عن مخيم الملك حتى لا يزعج الملك، فافتقد إلى صوت الماطور، قال وين ماطور البرقية؟ قال والله بعدنا عشان ما يزعجك، قال أنا ما أنام إلا على صوت البرقية أصلا، جيبوا لي البرقية وخلوها جنبي. هذا دليل أكيد دليل على تعبه من أجل شعبه.
أكيد، والقصص كثيرة وتطول، ويعني خاصة في هذا اليوم يعني بالتحديد اليوم اللي الكل حاب يعبر عن مشاعره وعن حبه للوطن، حبه لتاريخ هذا الوطن، حبه أكيد لكارثة هذا الوطن. احنا أكيد نشكر لك وجودك معنا حتى تسرد هذا الجانب المهم والجانب المختلف في سمات وشخصية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. في ختام هذه الفقرة دكتور، أول شيء نشكر تواجدك معنا ومشاركتنا هذا الاحتفال بالوطن، كلمة توجهها أكيد في هذا اليوم. أنا سعيد جدا أن أكون معكم، وسعيد أن نحتفل بهذا اليوم 94 اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين واسمه سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم اللي وصلنا فيه، ونقول نحلم ونحقق بإذن الله وإلى ازدهار بعد ازدهار في هذا الوطن المعطاء. شكرا لك دكتور سعد العريفي على تواجدك معنا لسرد هذه الجوانب التاريخية لشخصية مهمة في تاريخ المملكة، شخصية الملك عبد العزيز. واحنا أكيد في هذا اليوم معاكم في هذه التغطية الخاصة في اليوم الوطني 94 أكيد نراجع هذا الجمال، جمال تاريخنا وأصالته. ونأخذكم الآن إلى أكيد تقرير يوثق مسيرة المملكة وإنجازاتها ويسلط الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات. بسم الوطن ثم عبد العزيز. المجد هز ملوكنا. الله ثم عبد العزيز. الحكم لله ثم عبد العزيز. أول بداياته معزي وحد اشتات جموعنا. والعلم فوق متعزي. سمع وطاعة قولنا. الرحمة تسبق سطوتك، والفعل بك دايم دليل، وكثر العطاء وقوتك، والخير بك كنز ثمين. شجاعتك دايم تطول، وأنت الذي دايم تقول عروبتي لا ما تزول. الجود لك باب الرحيب، رحب بالبعيد والقريب، والديار بالعزة تطيب، ومدتك دايم على أرضك رخاء. وقفتك تشهد حشود، وبفعالك بروق ورعود، لأجل الوطن تبقى على مر الزمن جندي من صفوف الجنود. بابك أبد ما ينقفل، وملبي الكل من سأل، والشعب في نظرة عيونك كان ثم يبقى يزل إخوان وأهل. بالحزم والسيف الصقيل، بالعزم أرقى للطويل، خذها على كف السحاب، هذا وطن أغلى تراب، هذا وطن أمجاد اللي صنعوها أجداد، وهيبته ما يوم تميل. وإن جيت محتاجه عطا، تلقاه لك ستر وغطا، وبشته ذرا، ومداد ما يوم ثنى إلا إلى الله العزيز، وهذا هو عبد العزيز. طبعا
طبعا بكون معاكم في هذه التغطية الخاصة باليوم الوطني 94 أكيد، ومتابعين معاكم أكيد ضيوفنا والفقرات اللي مجهزينها في هذه التغطية المباشرة لكم متابعين قناة السعودية. فاصل أكيد وبعدها مكملين. هناك شيء استثنائي ومبهج يخص الوصفات العربية التقليدية القديمة، ويتوارثه جيل بعد جيل. المذاق الحقيقي لوصفات الشرق الأوسط التقليدية، خلطة بهارات إسترن العربية. امتداد العزنا وطموحي يعكس واقعنا. وحلمي أشوفه مستقبلنا. أنا سعودي، طموحي ما له حدود. كبرت شفت وعرفت وطن ما يعرف المستحيل. هناك شيء استثنائي ومبهج يخص الوصفات العربية التقليدية القديمة، ويتوارثه جيل بعد جيل. المذاق الحقيقي لوصفات الشرق الأوسط التقليدية، خلطة بهارات إسترن العربية. هناك شيء استثنائي ومبهج يخص الوصفات العربية التقليدية القديمة، ويتوارثه جيل بعد جيل. المذاق الحقيقي لوصفات الشرق الأوسط التقليدية، خلطة بهارات إسترن العربية. قدم راح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم. ما نرجع ورا راح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم. راح علم اللي ما درى بارواحنا ما نرجع ورا طبع السعودي من
الصناعة في المملكة العربية السعودية حققت نجاح باهر وفق رؤية المملكة 2030، والتي من خلالها أطلقت صنع في السعودية التي أصبحت تصدر هذه العلامة لأكثر من 180 دولة. تابع معكم هذا التقرير ونرجع نكمل هذه التغطية الخاصة. فكرنا ثم قررنا وبدينا واتقنا عملنا وبهرنا العالم في صناعتنا، وبكل فخر نقول صنع في السعودية، وصدرنا للعالم منتجاتنا لأكثر من 180 دولة، وأطلقنا شعار صنع في السعودية على أكثر من 7600 منتج. وبهمتنا وبقوة إرادتنا انطلقنا برؤيتنا 2030، حتى أصبحنا في مقدمة دول العالم في كثير من المجالات. برنامج صنع في السعودية يحفز الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من مزايا البرنامج لتسويق منتجاتها إلى عدد أكبر من العملاء، والتواصل مع المستهلكين المهتمين بالمنتجات والشركات السعودية، ويشارك في البرنامج أكثر من 16 قطاعاً، وتستفيد من هذا البرنامج أكثر من 1750 شركة. انطلق صنع في السعودية في عام 2021 عبر برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتشجيع المواهب والابتكارات المحلية والمنتج الوطني، وتعزيز نطاق الشركات المحلية على توسيع نطاق وصولها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، ودعم الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال في المملكة. قدم راح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم. ما نرجع ورا راح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم. راح علم اللي ما درى بارواحنا اهلا وسهلا فيكم متابعين قناه السعوديه، مكملين معاكم مستمرين في هذه التغطيه المباشره بمناسبه اليوم الوطني 94. في هذا اليوم متواجدين معكم بضيوفنا وفقراتنا وشبكه مراسلين متواجدين في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكه، حتى نتابع معكم ونرصد الاحتفالات ومشاعر الفرح اكيد اللي يعبر عنها المواطنين المقيمين في المملكه العربيه السعوديه. والان ينضم لنا اكيد زملائنا اكيد من مناطق مختلفة. معنا شيماء العيد من الدمام، إبراهيم النودلي من بريدة، وعبد الله الغامدي من جدة أكيد، حتى نشوف معاكم أشكال الفرح ولوحة خضراء سعودية كلها مشاعر بالحب والامتنان لهذا الوطن. ببدأ معك شيماء، بسألك عن الاحتفالات في الدمام، شفت ما شاء الله كأنه في متحف، أبغى أعرف معاك الأجواء خاصة في هذا اليوم في اليوم الوطني 94.
يسعد مساك مجاهد، مسي عليك وعلى جميع مشاهدين قناة السعودية. طبعا تعيش مملكتنا الحبيبة أيام فرح، الله يديمها علينا يا رب دايم، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في مملكتنا الحبيبة. طبعا مملكتنا تعيش الفرح والسرور من يمكن تقريبا 4-5 أيام، لكن اليوم متواجدين في كورنيش الدمام. كورنيش الدمام يقيم مجموعة كبيرة من الفعاليات على الكورنيش، مثل الفلكلور الشعبي، مثل الأركان والبوثات. اليوم متواجدين حولنا مجموعة كبيرة من البوثات. أحد البوثات اللي لفتت انتباهنا هو بوث هذه السيدة اللي تعمل بالخوص. يسعد مساك، عارفين باسمك؟ لا والله فيك، حياك الله، الله يسلمك إن شاء الله. اسمي زهرة عيد الخيبري، أم صالح، حياك الله. والنعم، وش قاعدة تسوين هنا اليوم؟ قاعدة أسوي اليوم باليوم الوطني، أهلي أول شيء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده محمد بن سلمان، أهنيهم باليوم الوطني. واليوم نسوي اليوم الوطني، نتشرف على مقالب وطننا، الله يعزنا ويعز وطننا إن شاء الله يا ربي. يا رب، أنا من اليوم قاعدة أشوف قاعدة تشتغلين على أشياء جميلة اليوم الوطني، وش جهزتي لليوم الوطني؟ هسه اليوم الوطني الحمد لله كله فرحة، ومن قال فرحة وجمعة أهل وأصدقاء وأشقاء، والحمد لله والشكر يا ربي، يعني وتعرف على بعضنا البعض الحمد لله. ومن هذه عم قال المهنة تعلمناها من نحن صغار، من عمري 7 سنوات وأنا أشتغل بالمهنة هذه، يعني مع أهلينا أول، يعني كنا الحمد لله إحنا زراعيين، يعني مع أهلنا في المزارع وفي البساتين وفي النخيل، ولا تعلمنا الحرفة هذه، يعني ما كان أول في لا جوالات ولا تلفزيونات ولا شيء، إلا الحرفة هذه تعلمناها من أهلنا. وأول شيء الحمد لله أسوي منها الصفر، أسوي منها السلال، أسوي منها العلب هذه حقة ارتاحي أنا أجيبها لك. طبعا هذا أكثر شيء، لفت انتباهي للقهوة السعودية وللشاي، يعني ابتكارات جميلة صراحة، يعني الحمد لله هذه أصلحها، يعني مثلا جيني طلبيات عليها أسوي حقة الشاي والقهوة هذه، يحطون بوسطها البيالة حقة القهوة، يعني الحمد لله منها، يعني حرفة الحمد لله يعني سديمة، ولا نبغاها إن شاء الله، إن الحرفة هذه ما نبغاها تندثر، نبغى الأجيال إن شاء الله يتعلمون لها، لأن إحنا تعلمناها من أهلنا يعني الأولين الحمد لله، وهي رحمة الله عليهم راحوا، بس نبغى نعلم الحين الجيل هذا اللي جاي إن شاء الله. وأسب أدعي إن شاء الله ربي إني خير له في المدارس زي الحصص عشان يتعلمون الطالبات، وأنا دربت في المدارس، لكن الحمد لله يعني نص البنات والطالبات يعني حبوا الشغلة هذه، يعني يميلون للشغلة هذه للخوص. وأنا الحمد لله يعني كل الأشياء أعرفها، الحرفة يعني من أول، وأنا حرفية أعرف أخيط، يعني مثلا خياط ملابس أعرف، يعني مثلا زي أول يسوون الستاير، يسوون يعني كل حاجات يعني أول خيطها. حلو في الموضوع أن احنا قاعدين ننقل ثقافتنا السعودية القديمة لجيلنا الحالي. كيف شايف الناس ويعني ارتباطهم بالخوص اليوم؟ لا الحمد لله يعني ارتباطنا بالخوص اليوم صار يعني حلو، وصاروا يميلون للخوص أكثر شيء، لأن الحمد لله يعني النخلة طيبة من أولها لآخرها، يعني كلها النخلة الحمد لله نخلة عما قال مفيدة، كل يعني الحمد لله سبحان الله، يعني كل الأجزاء حقتها فيها حرفة الإنسان سبحان الله وتعالى، منها سوي منها السقوف، منها مفارش الأرض زي ما تقولين حسير، إحنا نسميها خصف، زي خصفة هذه اللي وراي دي الكبيرة دي، هذه خصفة من أول كنا نستعملها على الأرض، منها نسوي منها حق التمر، يحشون منها التمر، نفس النخلة نسوي منها حق التمر بعد، يعني من خوص. أنا كلمة أخيرة ودي تقولينها اليوم لمملكتنا الحبيبة. مملكتنا الحبيبة العزيزة إن شاء الله ربي يعزها وينصرها إن شاء الله يا رب، الحمد لله والشكر، يعني الحمد لله، يعني الحين لما خلونا الحرفيين يعني الحرفة هذه يعني طلعونا فيها، نحمد الله ونشكره، وأنا أهني كل واحدة يعني الحمد لله عندها حرفة في يدها تشتغل، يعني لا تنقطع عنها. يعطيك العافية، شكرا لك، والله يوفقك يا رب. فعلا مشاهدينا يعني مملكتنا الحبيبة صار في تطور عندنا جدا كبير في مجال الصناعات والحرف، ودعم جدا كبير لهذه الفئة الرائعة. أعود لك بالصوت والصورة مرة أخرى مجاهد. شكرا شيماء، أكيد حفظ هذا التاريخ وأصالة وجمال أكيد التنوع الموجود في تراثنا أكيد جانب مهم، وأخذنا في لمحة معك شيماء. بروح بعد لإبراهيم النودي اللي في بريدة ونعكس وشوف أكيد الاحتفالات باليوم الوطني السعودي في بريدة. إبراهيم مساء الخير عليك، وين متواجد؟ نبغى ترصدنا أجواء الاحتفالات الموجودة من عندك إبراهيم.
مساء الخير مجاهد، مساء الوطن، مساء الاحتفاء، مساء المشاعر الوطنية الطاغية طبعا على كل ركن هنا في منطقة القصيم وتحديدا في مدينة بريدة. نحن نتواجد طبعا هنا في متحف العقيلات، المتحف الذي دأب كل عام طبعا أن يحتفل باليوم الوطني من خلال إقامة بعض الفعاليات واستقبال الزوار في ذلك. سنتعرف على ما يقدمه هذا المتحف طبعا مع صاحب هذا المتحف أو منشئ هذا المتحف الأستاذ عبد اللطيف الوهيبي طبعا، ومع ضيوفه الآن قاعد يشرح لهم ويستقبلهم ومخلينا طبعا مخلينا يا أبو حمد. هلا والله وسهلا، شرفتونا باليوم الوطني واستعدادا اليوم الوطني 94 متحف العقيلات ببريدي بالقصيم. ما شاء الله كل عام سواء في اليوم الوطني أو يوم التأسيس تقومون احتفالات، تقوم فعاليات، تستقبلون الزوار. حدثنا عن الاحتفاءات اللي تقومونها هذا العام بمناسبة اليوم الوطني للزوار. طبعا حنا متحف العقيلات بحكم العقيلات لهم وقف مع بطل الجزيرة العربية مؤسس هذا الكيان العظيم الجزيرة العربية الملك عبد العزيز، جابه الله رحمه للمملكة العربية السعودية، وحد صفه وجمع كلمته، وكان والناس قل أمن وفوضى وسلب ونهب ومغازي، وجابه الله رحمه لنا، وحد صفنا وجمع كلمتنا، وننعم إلى اليوم ظله وأعماله اللي قام به وأبناؤه الملوك اللي ساروا على نهجه إلى اليوم الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده الأمين محمد بن سلمان. طبعا حنا متحف العقيلات أول شيء نشد الركائب برا، لأن الملك عبد العزيز على ذلول وعلى حصان لف المملكة كله، لذلك نعلم الأطفال والشباب والبنات يركبون الذلول ونأخذهم على جنب المتحف يعني ركوب. وداخل المتحف المجلس فيه ضيافة، القهوة العربية والكليجة والتمر ويا هلا مرحبتين، وبعدين ناخذ جولة اللي بي مثلا أول ركن للملك عبد العزيز، نعرفه دور الملك عبد العزيز وبصمته بالمملكة ومع العقيلات، وقوفه مع العقيلات. يعني رجال العقيلات ايش كان لهم دور في أيام توحيد المملكة العربية السعودية؟ العقيلات طال عمرك لهم بصمة كبيرة بالمعارك اللي دارت بالمنطقة مع الملك عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، مثل معركة البكيرية. معركة البكيرية فاصلة ومعركة الشنان وروضة مهنة، يقول واحد من والتجارة أكيد هم أول من جلب التجارة من البلاد العربية، لكن معركة البكيرية الملك عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه يقول يلا المعبود يمشي الغمايم، عبدك المظلوم تقبل طلبته، إلا سلم اللي موطى درب الظلايم عبد العزيز اللي شال حمل الحرب كله. ما جلس مثلي على المسناد حاكم، هو عمى عين الحريب اللي يذله. وطبعا في ارتباط مع الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز لا بغى شيء من العقيلات حامي بحاضر معه. مرة من المرات الملك عبد العزيز يبي يحج عام 1344 وطلب منهم 500 ذلول بشدة بخروجه، وراح للرياض قوطر للرياض، يوم وصل للرياض أرسل رسالة إني استلمت العدد، قال يا حبي لهم ذول رجال الجدام الله لا يخليل. طبعا هالبيت يقول عقيل أهل العادات وأهل المناويخ وأهل الفعايل والوفاء والجمايل، أقل ما ينقال عنهم مطانيخ وأهل السلوم وبالصحاري دلايل. يا هلا وسهلا ومرحبتين. إذا شكرا للأستاذ عبد اللطيف الوهيبي صاحب متحف العقيلات ومنشئ هذا المتحف الذي طبعا دأب كل عام أن يحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية إقامة العدد من الفعاليات واستقبال الزوار في ذلك. نعم جاهد، شكرا أكيد إبراهيم على هذه التغطية من هذا المتحف أكيد، وحكاية هذه القصص الموجودة. بروح الحين إلى جدة وعبد الغامدي، أكيد شوف ما شاء الله حول مجموعة من المتواجدين من المواطنين المقيمين في أماكن الاحتفالات. عبد الله نبغى تعطينا الأجواء عندك، وين متواجد؟ نشوف ما شاء الله الجميع يتزين بالعلم السعودي وباللون الأخضر، أكيد اللي يزين القلوب وقبل أكيد يزين الأماكن. مساء الخير عليك زميلي مجاهد، مساء الخير على جميع مشاهدي قناة السعودية وبرنامج جيرتنا اليوم الجميع. طبعا الصورة تحكي أكثر، طبعا اليوم ما شاء الله تبارك الله متواجدين في جدة بروميناد حتى ننقل الصورة وننقل احتفالات اليوم الوطني السعودي 94.
اليوم طبعا مشاهدي جميع مشاهدينا الكرام، وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الغربي تقدم عدة عروض طبعا موجودة في هذا المكان، سواء مشاه وعروض بحرية واستعراض اليخوت الخاصة بالأسطول الغربي، أيضا فرقة موسيقية، العديد من الفعاليات والعروض تقام هنا. أيضا زي ما أنتم شايفين أكيد زميلنا يوسف راح ينقل لنا الصورة ويورينا أكيد جميع الحضور المتواجدين هنا لمشاهدة الأجواء، وأكيد الحضور والتزين في أكيد بالزي الوطني السعودي والأعلام السعودية. فاليوم جدة بروميناد مشاهدة جميع مشاهدينا الكرام تقدم عدد من الفعاليات المختلفة. الآن أيضا مجموعة من الأطفال يتزينوا باللبس العسكري يتواجدوا، وراح يكون الآن في مسيرة عسكرية لأبناء شهداء الواجب الله يرحمهم إن شاء الله يا رب، وهذا الدعم المعنوي الكبير لأبنائنا أبناء الوطن الأطفال. الآن يوسف أكيد راح يورينا أبناء الشهداء وهم يتزينوا أكيد باللبس العسكري. أيضا راح يكون في عروض أيضا في مسائية، أيضا عروض الغواصين الذين يمثلوا القطاع العسكري المهم بالتأكيد القوات طبعا البحرية الملكية السعودية. زي ما أنتم الآن تشوفوا هذا لهم أبناء الشهداء الواجب في مسيرة، وأكيد بين تصفيق حار من جميع الحضور الله يحفظهم إن شاء الله يا رب. فهذا هم أبطال المستقبل يشاركوا فرحة وطننا الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني 94، أيضا على موسيقى بصوت أكيد راشد الماجد وعبد المجيد عبد الله يصدحوا بأصواتهم في أغاني وطنية. فاليوم ما شاء الله الأجواء ممتعة، وراح نكون معاكم أيضا، راح يكون عندنا إن شاء الله ربط آخر وراح نأخذ ونسوي مقابلات مع ضيوف أكيد ضيوفنا اللي يعبروا عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي. ولكن المهم هو بالتأكيد في جدة بروميناد اليوم وبكرة راح يكون في عروض، أيضا غدا إن شاء الله راح يكون في عروض ألعاب نارية، ولكن اليوم عروض عسكرية للقوات البحرية الملكية طبعا السعودية ممثلة بالأسطول الغربي. قدموا العديد من الفعاليات ولا زالوا يقدموا، والحضور متواجد والكل فرحان. ختاما مشاهد جميع مشاهدينا الكرام، يعني انتهز الفرصة وأتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني 94. إن شاء الله دائما في رخاء ودائما في فخر وعز، والله يديم لنا إن شاء الله يا رب حكومتنا الرشيدة وأرضنا الطاهرة. هذا كل ما لدي جاهد، الصوت والصورة إليك. شكرا عبد الله الغامدي على اكيد هذه الكلمات وعلى رصد هذه مشاعر الاحتفالات المتواجده اكيد في جده. شكرا لزميلنا ابراهيم النودلي ايضا على رصد مشاعر الفرح والاحتفالات المتواجده في بريده، وزميلتنا شيماء العيد اكيد شبكه مراسلين ضخمه متواجده بكون معكم ان شاء الله مباشره من اماكن الاحتفالات في المملكه العربيه السعوديه بمناطقها محافظاتها مدنها للاحتفال باليوم الوطني 94، واحنا معكم في هذه التغطيه الخاصه اكيد سعيدين أن تشارك هذا الحب وهذا الفرح والاعتزاز بهذا الوطن العظيم. فاصل وبعدها مكملين. شايفينك حلمنا بعيوننا، حافرين اسمك وسط قلوبنا، حظ عين الحر هايم في سماك، ولا نزل على الأرض أرضك موطنا، أرضك موطنا، أرضك موطنا.
أهلا فيكم ومستمرين معاكم متابعين قناة السعودية في هذه التغطية الخاصة احتفالا باليوم الوطني السعودي، وأكيد بضيوفنا وفقراتنا أكيد نتكلم عن جوانب مهمة جدا نعتز أكيد بالسعودية بما وصلت لها السعودية في جوانب مختلفة. متابعينا مشاهدين قناة السعودية، تشهد مملكتنا تقدم وتطور في إنجازات متتالية في قطاعات مختلفة لمشاريع كبيرة شكلت لنا نمو اقتصادي كبير جدا. عن هذه الإنجازات الاقتصادية سعدنا أن ينضم لنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم. يا أهلا وسهلا فيك، كل عام والوطن بخير. مساك الله بالخير. في هذا اليوم الوطني أكيد اللي يعتز فيه السعوديين بدولتهم ويعتزون أكيد بإنجازات السعودية في مجالات مختلفة، نتكلم عن الجانب الاقتصادي في هذا المحور بالتحديد، خاصة أنه عنصر مهم جدا ويعتبر أكيد جانب مهم. في البداية دكتور توفيق لو تكلم عن الجانب الاقتصادي للسعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نحب نهني ونحتفل باليوم السعيد، من هذا المنبر أهني قيادتنا، أهني المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وكل من يحب المملكة العربية السعودية بهذا اليوم العظيم اللي أصبحت اليوم المملكة العربية السعودية دولة ذات صرح اقتصادي شامخ والحمد لله، وتميزت بين 206 دولة بالعالم فأصبحت واحدة من دول 20 والحمد لله. فعلا أتفق معاك، الهاجس الاقتصادي، الهاجس الاقتصادي هو هاجس القيادات، هاجس الشعوب، هاجس الدول. اليوم التنمية الاقتصادية كل من يريد أن يتوصل لها، نحن لا نريد إنما حققنا وأنجزنا والحمد لله. من يرى يعني إنجازاتنا خلال الفترة الماضية يرى أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات إيجابية جدا وحققت تقدم في مراكز متقدمة بين دول العالم والحمد لله، وحققنا منجزات بالأرقام سواء في قضايا التنافسية، في قضايا الإسكان، في قضايا البطالة، في قضايا التصدير. الآن نصدر إلى 180 دولة بالعالم، تتعامل تبيع علينا 142 دولة بالعالم، حتى أنه إذا صدرت ميزانيتنا كل العالم يفرح، لأن العالم كله يعني يتعامل يكسب أو يصدر أو يستورد من المملكة العربية السعودية. اليوم قطاع السياحة، لم تكن المملكة العربية السعودية دولة سياحية كالدول الأخرى، طبقا لكلمة سمو الأمير محمد حفظه الله حققنا العام الماضي 109 مليون سائح. هؤلاء يصرفون مبالغ كبيرة، فحققت التنمية الاقتصادية خطوات أو برامج أو فعاليات والحمد لله، يعني في كل الفعاليات سواء الصناعية أو الخدمية أو المعرفية أو التجارية. جانب السياحة يعني ذكرت جانب مهم وقطاع مهم جدا في فترة وجيزة، صنع نقلة نوعية القطاع السياحي كأحد الجوانب اللي أكيد كان له مدخلات كبيرة على السعودية. نتكلم عن التطور الكبير والضخم في هذا القطاع. كثير من دول العالم مثل أوروبا، شرق آسيا، أحد مصادر الدخل القومي لهم السياحة، ولم يكن عندنا سابقا كثير من طلبات السياحة موجودة. الآن نظرا متطلبات الحضارية والتغيرات الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية وتسهيلات لاستخدام الناس يشوفون واقعنا غير اللي يسمعونها عن المملكة العربية السعودية. في الحج كنا زمان مليونين ويجينا 5 مليون لستة مليون بالسنة. الآن خطة الدولة أو خطة الرؤية 2030 أن يأتينا تقريبا 30 مليون زائر. 30 مليون زائر زائد أكثر من 100 مليون زائر سواء الخدمات الصحية أو يأتون الأغراض التربية أو الأغراض التجارية. هؤلاء يحتاجون إسكان، يحتاجون طرق، يحتاجون خدمات، يحتاجون يعني تحريك مليون واحد حيحرك 10 ملايين، تحريك فعالية معينة حتحرك 10 فعاليات. لأن هؤلاء 100 يبون يأكلون، يبون يشربون، يبون علاج صحي، يبون طرق، يبون سيارات، يبون مطارات. الآن خطة الدولة لتحديث وتطوير مطاراتنا بحيث تتماشى مع الرؤية ومع برنامج الأولمبياد اللي سيكون في 2034. وهذا زي ما ذكر الدكتور أنه الشراكات الموجودة سواء في الاستضافات الضخمة، الأحداث الرياضية الضخمة،
المناسبات المهمة استضافتها المملكة في قطاعات مختلفة في الصناعات أو غيرها من الذكاء الاصطناعي وغيرها من المناسبات المهمة. ممكن هذا التكامل أكيد صنع هذه الأرقام. لو تكلم دكتور عن الطاقة أو تكلم عن القطاع الغير نفطي والتطور الكبير والنجاحات الهائلة اللي أكيد وصل لها. شكر لك، موضوع جيد. كان النظر التقليدية عن دول الخليج وعن المملكة نحن دول بترولية، إرادنا بالبترول بس، نحن غير منتجون. الآن الكلمة التي قدمها صاحب السمو الملك الأمير محمد في مجلس الشورى أثبت أنه 50% من إيراداتنا الآن في القطاع الغير النفطي. حققنا نتائج في صناعات البتروكيميكال، حققنا في السياحة، في الخدمات الطبية، في خدمات كثيرة متعددة، فصار إحدى مصادر الدخل القومي ليست البترول. طبعا احنا نحب البترول وإن شاء الله حيكون مصدر رئيسي للدخل القومي، لكن ما نفتخر فيه أن الفعاليات الأخرى سواء التجارية أو الاقتصادية أو السياحية أو تصدير، نحن نصدر إلى 180 دولة بالعالم، 142 دولة بالعالم تبيع منتجاتها للسوق السعودي، يعمل لدينا 126 أو 127 جنسية، فنحن جزء من الكرة الأرضية. يعني خيرنا واصل مو بس المنطقة على مستوى إقليمي، إنما مستوى الكرة الأرضية كلها والحمد لله. هذا السبب اللي أقول لك عندما تصدر الدولة الميزانية تحس الإعلام العالمي كله فرحان، لأن فرحان لأنه 180 دولة ب 200 دولة بالعالم ستكسب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحركة التنموية الحمد لله. وهذا أكيد يعكس دور المملكة المهم جدا عالميا من ناحية الاقتصادية على العالم وأثرها أكيد على العالم. لو أسأل دكتور عن الاستثمارات العالمية التي توجهت إلى السعودية، وشفنا كثير من الشركات العالمية توجهت إلى السعودية، نتكلم عن الأثر اللي ممكن تشكل اقتصاديا على السعودية. نعم، بعد كورونا تقريبا خلال 3 سنوات الماضية تقدم لنا أكثر من 412 ألف شركة سواء على المستوى المحلي أو من شركات أجنبية. كثير من الشركات الأجنبية أغلقت مكاتبها أو فتحت مكاتب عندنا في المملكة العربية السعودية، والحمد لله بالطبق للقرار الرسمي أنه لا يمكن أن نتعامل مع شركة ليكون لها ستيشن. صحيح الشركة هي مملوكة لشركة أجنبية، ولكن أكيد العاملون أو المستفيدون أو الناقلون أو الخدمات المكملة لها هي من كفاءة سعودية، وبالتالي فقد مو مشينا إنما قفزنا قفزات أخرى بجذب شركات متعددة الجنسيات أو شركات عالمية. ولا أبالغ إذا أقول أن المملكة سحبت البساط من كثير من دول العالم وجابتها الشركات أن تكون لها مقرات أو ستيشنها في المملكة العربية السعودية أو في مدينة الرياض. وأكيد يعني الجانب الاقتصادي دكتور، يعني وإحنا سعيدين أنك تواجدت معنا في هذا اليوم، يعني ومهما تكلمنا يعني حلقات مطولة نتكلم عن النجاحات الاقتصادية السعودية والتطور الكبير المذهل اللي أكيد نجحت فيه السعودية، يمكن الوقت أكيد ما راح يكفي أنه نحصر هذه النجاحات، لكن في هذا الأمر الوطني احنا سعيدين أنك تواجدت معنا وأعطتنا لمحة عن الاقتصاد السعودي اللي يعكس أكيد نجاحات كبيرة. الله يبارك فيك. احنا يعني نفتخر ونسعد لولا الله سبحانه وتعالى ثم الملك المؤسس عبد العزيز وأبناء الكرام ما أصبحت هذه البلاد اللي هي ليست لخير المملكة، لما لا نبالغ إذا نقول نحن أصحاب فضل على الكرة الأرضية كلها في قضايانا الاقتصادية وحتى في القضايا الاجتماعية وعلاقاتنا الدولية. شكرا لك المستشار الاقتصادي توفيق السوالم دكتور على تواجدك معنا، حتى أكيد ناخذ لمحة عن نجاحات السعودية، وإحنا في هذه التغطية الخاصة بنتكلم عن نجاحات السعودية في مجالات مختلفة، نجاحات السعودية في عالميا في مجالات الرياضة ومجالات اقتصاد ومجالات مختلفة، ونتشارك مع ضيوفنا مع اللي شاركوا معنا ومعاكم حب السعودية بفقرات وتغطية مباشرة خاصة في هذا اليوم الوطني السعودي 94. خلوكم معنا حتى نحتفل بهذا الوطن العظيم. فاصل وراجعين.
شيء استثنائي ومبهج يخص الوصفات العربية التقليدية القديمة، ويتوارثه جيل بعد جيل. المذاق الحقيقي لوصفات الشرق الأوسط التقليدية، خلطة بهارات إسترن العربية. عام بعد عام وحنا نحتفل بالذكرى 94 لتوحيد وطننا الغالي. 94 عام من المجد في بناء دولتنا الحبيبة، حيث نمضي نحو مستقبل مليء بالإنجازات. القوة الحقيقية تكمن في إرادتنا، قيادتنا وشعبنا اللي ما توقف لحظة. جنودنا اللي سهروا على حمايتنا هم نبض هذا الوطن. أربعة وتسعين عام والتغطية مستمرة كل لحظة، كل حدث هنا على شاشة التلفزيون السعودي. نروي قصة وطننا العظيم. في هذه الذكرى نستمر معا ننقل التاريخ، نصنع المستقبل ونفخر بمملكتنا. معا نصنع لحظات لا تنسى ونبني مستقبلنا بكل حب وإصرار. الله أكبر يا موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الكريم للعالم والوطن. هناك شيء استثنائي ومبهج يخص الوصفات العربية التقليدية القديمة، ويتوارثه جيل بعد جيل. المذاق الحقيقي لوصفات الشرق الأوسط التقليدية، خلطة بهارات إسترن العربية. السلام عليكم. تقيم مدن المملكة الرئيسية ومناطقها احتفالات كبرى وفعاليات متعددة. احتفالا بيوم الوطن نستعرض اليوم أهم المحطات وأبرز الإنجازات، ونشارك أبناء وبنات المملكة باحتفالاتهم، ولنعيش سويا مشاعر الفخر والاعتزاز بوطن عظيم. تجول كاميراتنا مدن المملكة لتشارككم عبر شاشتنا فرحة شعب عظيم بيوم الوطن. نشارك معكم اليوم ولعدة أيام مشاعر أبنائي وبناتي هذا الوطن، وننقل لكم مظاهر الفرح والاعتزاز بيوم ينتظره شعب وفي لوطنه كل عام.
استكمالا لهذه التغطية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 94 والتي كانت قد بدأتها القناة السعودية من خلال هذا الاستوديو وكذلك الزملاء المراسلين المتواجدين في مختلف مناطق المملكة. اليوم معنا من الرياض زميل عبد الإله الدليم وكذلك الزميل أحمد عسيري من أبها. مساكم الله بالخير، كل عام وانتم طيبين وكل عام الوطن بألف خير. أبدأ معك عبد الإله، إيش الصورة اللي عندك اليوم من مظاهر الفرح وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ مساك الله بالخير محمد، كل عام والوطن بخير، كل عام من يشاهدنا بخير. بالتأكيد أن الصورة العامة اليوم الرياض ومناطق المملكة تتزين باللون الأخضر، اليوم تتزين بأجمل يوم، هي تفتخر بهذه البلاد وتعتز. وهذه فرصة زميلي محمد لينقل لكم زميل خالد على الهواء مباشرة على الطريق الدائري والمقاطع لطريق الملك فهد، وهذه الزحمة التي تشهد زحام مختلفا في أجمل يوم للمملكة العربية السعودية في اليوم الذي يسبق يومها الوطني 94. وأيضا تشاهدون مركز الملك عبد الله المالي بجماله والذي سيكتمل جماله مساء هذا اليوم برقم 94، وأيضا بعض الألوان التي تتزين به فيها الأبراج وأيضا بالأعلام وأيضا بما سترونهم مشاهد فرح واعتزاز بهذا الوطن المعطاء. زميلي محمد معي في هذه اللحظات الأستاذ سلمان شريدو، هو كاتب سياسي، سنتحدث عن هذا اليوم وأهميته وأيضا ندردش مع بعض التفاصيل. أهلا وسهلا بك أستاذ سلمان، سعيدين بتواجدك معنا في هذه اللحظات، مبارك لك هاليوم في يوم الوطن الغالي. تعال نتحدث اليوم عن أهمية اليوم الوطني وما الذي يشكله في أعماق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد أني أكون أقف في هذا اليوم الحقيقة الوطني المجيد. أولا في البداية أحب أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. حقيقة هذا اليوم يوم وطني يحتفل فيه القيادة والشعب، وكذلك هو يوم عظيم لأرضا وقيادة وشعبا بالاحتفاء بهذا الوطن الذي حقيقة قبل عقود قريبة لم نقف في هذا المكان الذي حقيقة نعتز ونفتخر فيه في أمام أحد المعالم التي تؤكد نمو المملكة العربية السعودية وتنميتها حقيقة في كافة المجالات، سواء المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو حتى التنموية، وكذلك أيضا على المستوى الشباب السعودي اليوم الذي نفتخر فيه والذي تميز حقيقة في العديد من المجالات التي تصدر فيها، سواء في المجال التعليمي أو كذلك المجال التقني، المجال الرياضي، كل المجالات. وبالتالي اليوم هو احتفاء وطني بامتياز بكافة المجالات التي حقيقة ترفع مقام المملكة العربية السعودية وتجعلها في المراتب الأولى والمتقدمة. ولذلك ذكر سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن المملكة هي سوف تكون من أهم الدول في خلال القرن 21، وبالتالي هذا يؤكد على هناك خطة من القيادة لهذا النمو وهذا حقيقة التسارع. وبالتالي اليوم الوطني هو تتويج حقيقة لهذه الإنجازات، وكذلك كل عام من هذا اليوم في 23 سبتمبر حقيقة نحتفل قيادة وشعبا وأرضا بهذه المنجزات التي حققناها خلال السنوات الماضية. وبالتالي اليوم هذا اليوم يوم سعيد لنا، وكل عام وأنتم بخير وكل عام والوطن بخير بإذن الله. لو نقف أستاذ سلمان على أهم الإنجازات اليوم للمملكة، إنجازات في جميع المسارات ولعقود من بعد أساس الموحد طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، اليوم ما الذي تشكل إنجازات وما هي أهمها وما هي أهميتها اليوم في تشكيل الصورة للمملكة العربية السعودية ونقلها أيضا للخارج؟ حقيقة المملكة العربية السعودية حققت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه العديد من المنجزات حقيقة في كافة المجالات، وكذلك تلاه الملوك الميامين الذين أتوا من بعد أبناء البررة رحمهم الله جميعا، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الذين أيضا أكدوا على
وتوجوا هذه المنجزات خلال السنوات الماضية برؤية المملكة 2030 التي اليوم حققت يعني نموا لافتا خلال وقت متسارع وتسابق الزمن في تحقيقه، وبالتالي هي أصبحت نموذج، وكذلك أصبحت هي أحد أهم الركائز التي ترتكز عليها المملكة العربية السعودية في تحقيق منجزاتها، وهي خارطة الطريق حقيقة في التنمية السعودية على كافة المجالات. وبالتالي اليوم من أهم المنجزات التي حققناها هي رؤية المملكة وما انبثق منها من منجزات في كافة المسارات، هي يعني تمثل العديد من البرامج التي سوف تتحقق حقيقة وسوف نراها في 2030. ولكن نشاهد يعني خلال الفترة الماضية، والمشاهدين أيضا يعلمون أننا حققنا العديد من المنجزات حتى قبل وقتها، وبالتالي اليوم نحن نتسارع. وأيضا من خلال اليوم الوطني هو ليس احتفال في ذكرى توحيد المملكة فقط، أيضا احتفاء فيما قدمناه أو ما أنجزناه حقيقة قيادة وشعبا خلال السنوات الماضية في هذه المنجزات، وكذلك أيضا برؤية المملكة 2030 التي نفتخر فيها حقيقة ونقوم حقيقة كفريق واحد حقيقة بين القيادة والشعب في هذا التناغم حقيقة الكبير، وهذه المحبة التي حقيقة أنتجت هذا الشغف وأنتجت هذه المنجزات حقيقة التي نشاهدها وأبهرت العالم. ولذلك نشاهد أن هناك العديد من دول حقيقة الشقيقة والصديقة أيضا لديها عدد من الرؤى مثل رؤية المملكة 2030، وبالتالي هذه حقيقة أصبحت نموذج. المملكة اليوم أصبحت نموذج ومركزا عالميا يحتذى فيه في عديد من المجالات. الأستاذ سلمان الشريدة، شكرا جزيلا لوقتك الثمين، وأنت الكاتب السياسي شكرا لك ولوقتك الثمين معنا. شكرا لكم اللي تحتوا لي هالفرصة، وكل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير. إذن كما تابعت محمد، كان هذه لقطات مباشرة ومسارات مختلفة تكلم عنها الأستاذ سلمان الشريدة، هو الكاتب السياسي، عن المملكة وما تبذله والنمو الهائل الذي حققت والصورة التي رسمت ونقلتها أيضا وسائل الإعلام بشتى وسائلها، الإعلام العالمي وأيضا الإعلام المحلي والإعلام الخارجي، يشيد بالمملكة ونموها المتسارع في عقود كاملة، وحتى وصلنا إلى هذا العام ويومنا 94. هذا ما كان لدي محمد، الكلمة لك. شكرا عبد الإله، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيفك الكريم على هذا الحديث المهم. بالمناسبة هذه التغطية هي تغطية استباقية، غدا 23 سبتمبر في كل عام يوافق هذا التاريخ الذكرى أو ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. شكرا عبد الإله من الرياض. رح ننتقل إلى أبها مع زميلنا أحمد عسيري. أحمد مساك الله بالخير، كل عام والوطن بخير، إيش الصورة اللي عندك كذلك وحاب تنقلها اليوم للسادة المشاهدين من مظاهر الفرح والسرور حولك؟ أهلا محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، تحية أبثها لكم عبر شاشة القناة السعودية وسط هذه الأجواء المفعمة بالفخر والاعتزاز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والتي تأتي في مناسبة 94. محمد، اليوم من اليوم العصر جميع المواطنين يتواجدون في هذا الموقع باختلاف أزيائهم، يرفعون الأعلام ويتوشحون الشعارات الخضراء التي تؤكد أهمية هذه المناسبة لدى كلهم. يسعدني في هذه اللحظات أن تنضم إلي المرشدة السياحية الأستاذة نورة الضافر، رحب فيك عبر شاشة القناة السعودية، وبدني في هذه اللحظات أن تحدثيني اليوم عما ستشهده مدينة أبها من حفل يعانق الوفاء للوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. معكم المرشدة السياحية نورة الضافر القحطاني. طبعا كل أيامنا وطن، كل أيامنا وطنية، ودائما محبين للوطن ودائما مشاركين فيه، لكن شهر سبتمبر بالذات يعود علينا أو يطل علينا ونكون فيه أكثر استعدادا للاحتفال باليوم الوطني سواء على المستوى العائلي أو المجتمع. نورة، بما أنك يعني مرشدة سياحية، اليوم إحنا في المدينة العالية، بالأمس كنا في إحدى المولات الحديقة أبو خيال، اليوم تستعد، ما مدى استقطاب هذه المراكز أو هذه المواقع لهذه الفعاليات؟ في الحقيقة أن الفعاليات يعني كثيرة جدا والحمد لله، وجميع القطاعات تسعى لاستقطاب المواطن للاحتفاء بهذا اليوم سواء على مستوى المولات أو الحدائق أو المجتمع كافة، يعني كجميع القطاعات تشارك في هذا الاحتفال المميز. سيدة نورة الضافر المرشدة السياحية في مدينة أبها، شكرا لك وفالك التوفيق، بكرة إن شاء الله نشوفك بقدر إن شاء الله وأنت تلوحين بعلم المملكة. أيضا محمد ينضم معي في هذا الموقع، هي المدينة العالية،
المشرف على الفعاليات التي ستكون غدا إن شاء الله وفاء للوطن. راح فيك أستاذ هادي، راح فيك عبر شاشة القناة السعودية. اليوم أنت تشرف على الفعاليات اللي غدا إن شاء الله سوف تكون في هذا المكان، ماذا ستقدم المدينة العالية من فعاليات تعانق جمال مناسبة اليوم الوطني؟ والله نقيم الفعاليات إن شاء الله يوم غدا اليوم الوطني. خلينا نشوف شو الفعاليات أستاذ هادي. الفعاليات عندنا عروض شعبية واحتفالات باليوم الوطني، وهذا شيء فرحة على قلوبنا. يعطيك العافية أستاذ هادي، شكرا لك. يعطيك العافية، شكرا. أيضا ينضم معي محمد، أحد المواطنين من العصر، والله يقول أنا في خاطري كلمة أبغى أقولها وفاء للوطن. تعرف عليك. لك أحمد الفيفي. ونعم والله أحمد، ما شاء الله أنا أشوفك من العصر اليوم كأنك تقول لي أنا في قلبي شيء أبغى أوصله وفاء وحبا للوطن. بلا شك طبعا، نحن المواطنين في المملكة العربية السعودية وفي ذكرى يومنا الوطني الذكرى 94، مشاعرنا حقيقة لا نستطيع أن نصف مشاعر الفرحة والسعادة والسرور بما تحقق منجزات لوطننا الغالي وما نشهده من تنمية ورقي وازدهار وأمن واستقرار في وطننا الغالي. حقيقة نحن فخورين بمنجزاتنا وبمستقبلنا وبماضينا وبحاضرنا. هذه المنجزات التي أصبحنا نفاخر بها على مستوى العالم، لسنا الآن محليين بل عالمين، ونحصد المراكز الأولى في شتى المجالات. نقول من هذا المكان، من مدينة أبها ومن كل مكان في هذا الوطن الغالي، حفظ الله مملكتنا الغالية وحفظ الله قيادتنا ودام على هذه البلاد الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة. يعطيكم العافية وفالكم التوفيق، غدا هو يوم الوطن وإن شاء الله نراكم في أجمل الصور. شكرا لكم، شكرا لحقيقة هذه المشاعر وما شاهدناه من فرحة تعم أرجاء المملكة العربية السعودية من الصغير للكبير، الكل يعبر بأسلوب وبلغته وبطريقته الخاصة عن حبه لهذا الوطن وعن انتمائه وعن ولائه لوطنه الغالي المملكة العربية السعودية. الله يعطيكم العافية وفالكم التوفيق. شكرا لك أستاذ العزيز، نلتقي معكم دائما في مناسبات وفي أماكن أخرى وفي احتفالات لوطننا الغالي وفي منصات للتتويج والارتقاء بمنجزات وطننا الغالي. العافية وفالكم التوفيق إن شاء الله. إذن يا محمد، كما تشاهد الكل يتأهب في هذا الموقع استعدادا للاحتفال الذي يعانق وفاءهم لهذا الوطن. هذا كل ما لدي في هذا الموقع، ونعدكم نلتقي بكم غدا إن شاء الله. هذا كل ما لدي وأعد لك بالصورة والصوت. شكرا أحمد، يعطيك العافية. الشكر أيضا منصول لضيوفك الكرام، شكرا كذلك لزميلنا عبد الإله الدليم من الرياض. يعطيكم العافية شباب. مثل ما شاهدنا في هذه اللقطات الحية والمباشرة من الرياض وكذلك من أبها، بدأت الناس في الخروج احتفالا بذكرى اليوم الوطني، رغم أن اليوم الوطني يوافق 23 من سبتمبر وهو يوم الغد بإذنه تعالى. موعودون بكثير من الفعاليات والاحتفالات في مختلف مناطق المملكة. في جانب آخر، ريادة وتفوق للمملكة في ملف الاستضافات العالمية، كيف لا، ووطننا الغالي يتربع على عرش الأولوية لكافة الأحداث والمناسبات والبطولات، حتى أصبح نجاح أي كرنفال مرتبط باستضافة سعودية. نشاهد ومن ثم نعود. السعودية مسرح، السعودية منصة، ريادة وتفوق للمملكة في ملف الاستضافات العالمية، كيف لا، وطننا الغالي يتربع على عرش الأولوية لكافة الأحداث والمناسبات والبطولات، حتى أصبح نجاح أي كرنفال مرتبط باستضافة المملكة. النمو والانفتاح الاقتصادي والثقافي والحراك الدبلوماسي الكبير للمملكة وما تبعه من استثمارات في مختلف القطاعات قد أسهمت بشكل موسع في تعزيز صورة المملكة في العالم الخارجي باعتبارها إحدى أكثر الدول قدرة ومرونة وتفهما وقراءة لمختلف التغيرات المستقبلية والعمل بمنهجية لخدمة قضايا عالمية على المستوى الإنساني والمستوى البيئي وخلافة من المبادرات ذات الطابع العالمي. ونجحت رؤية المملكة 2030 في تعزيز صورة المملكة لدى العالم الخارجي وإعادة تشكيل ملامح الصورة الذهنية لدى شعوب العالم الذين يأتون يتطلعون لزيارة السعودية والتعرف على مسيرة التحول الوطني والنمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. للقناة السعودية صالح العمري، الرياض.
خطت الرياضة السعودية خطوات سريعة محققة إنجازات عديدة خلال الفترة الماضية على مستوى الألعاب والرياضات المختلفة. للحديث عن تطور الرياضة السعودية وأهم الإنجازات لهذا العام ينضم لنا عبر الهاتف الزميل محمد العميري الصحفي الرياضي. الإنجازات السعودية الرياضية في هذا العام تنوعت في شتى المجالات بدعم كبير من القيادة الرشيدة. أبدأ معك الحديث أستاذ محمد عن قراءتك لهذا المشهد الرياضي وأبرز ما جاء فيه في هذا العام بشكل عام. شارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. أهلا وسهلا زميلي العزيز، مساء الخير عليك، مساء الخير على هذا الوطن الكبير، مساء الخير للقيادة الحكيمة، مساء الخير لكل السعوديين وكل من يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي. يوم 23 سبتمبر هو يوم فرح لكل من يعيش على تراب هذا الوطن الغالي. اليوم الوطني السعودي 94 هو مفخرة لكل سعودي. اليوم نعيش ونحن نحمل العلم السعودي الذي يحمل راية التوحيد، ونحن فخورين على مستوى الرياضة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الخدمات الدينية اللي تقدم في الحرمين الشريفين، على مستوى الاستضافات، على مستوى الشؤون الاجتماعية، على مستوى ما يقدم من رفاهية وما يقدم من خدمات للمواطن السعودي وحتى المقيم الذي يعيش على هذه الأرض. اليوم سعادة غامرة بشكل كبير جدا في كل مدينة وفي كل محافظة وفي كل قرية وفي كل شارع وفي كل مكان. الابتسامة على محيى الجميع مواطن ومقيم، محبة وإجلالا وتعظيما لهذا الوطن، احتراما للقيادة الرشيدة ومحبة لديننا العظيم الذي يحثنا على أن نكون مع قيادتنا دائما. يوم عظيم نعيشه في السعودية. نعم. وهذا بفضل الله عز وجل. نعم. محمد، اليوم كيف أثر برنامج رؤية 2030 على قطاع الرياضة تحديدا يعني، وما هي أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار؟ تأثير كبير جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي. إذا تحدثنا على المستوى الخارجي، أتحدث عن مزيد من الانتشار لاسم السعودية المملكة العربية السعودية. أتحدث فيما يخص القطاع الرياضي، أتحدث فيما يخص الاستضافات الكبرى للبطولات، أتحدث بوجود الفرق العالمية الكبيرة، أتحدث على مستوى لعبة كرة القدم وما يحدث من حراك رياضي كبير، وجود اللاعبين النجوم الكبار، الدعم الكبير اللي توليه القيادة الرشيدة ومن ثم مقام وزارة الرياضة على مستوى كرة القدم، الأندية، التطوير، البنية التحتية. أنتقل معك فيما يخص الشأن المحلي على البنية التحتية والملاعب اليوم القدية وما يحدث في نيوم وما يحدث في جدة وما يحدث في المنطقة الشرقية وما يحدث من جميع النواحي. أتحدث عن الإنجازات اللي تتحقق اليوم سواء زي ما تفضلت البنية التحتية أو حتى على مستوى القادم في الأيام. رؤية 2030 أصبحنا متجاوزين مراحل كثير فيها وأصبحنا على مشارف الخطوات الأخيرة. اليوم نتحدث عن كأس العالم إن شاء الله 2026 في أمريكا، نكون موجودين بمنتخبنا الأول. أتحدث عن استضافة المملكة 2027 لكأس أمم آسيا. أتحدث عن الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 ومن ثم كأس العالم 2034. أعتقد نعيش زهوة عالمية رياضية سعودية بلا شك. نحن فخورين بهذا الوطن بلا شك. الأستاذ محمد العميري الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك على هذا التداخل. شكرا جزيلا. احنا مكملين معكم في هذه التغطية لكن بعد هذا الفاصل القصير.
بمناسبة اليوم الوطني اكتشف ماركات ملهمة مع ترينديون. حصل أحدث الصيحات والمنتجات الرائجة ومئات الماركات المحبوبة. استمتع بخصومات لين 94% على الماركات اللي تحبها. حمل تطبيق ترينديون الحين واستمتع بعروض اليوم الوطني. امتداد العزنة وطموحي يعكسه واقعنا. وحلمي أشوفه مستقبلنا. أنا سعودي، طموحي ما له حدود. كبرت، شفت وعرفت وطن ما يعرف المستحيل. هناك شيء استثنائي ومبهج يخص الوصفات العربية التقليدية القديمة، ويتوارثه جيل بعد جيل. المذاق الحقيقي لوصفات الشرق الأوسط التقليدية، خلطة بهارات إسترن العربية. وش يعني لك الأخضر؟ حلمي الأخضر أن يفوز بكأس العالم. الأخضر هو أن تكون الرياض عاصمة الموضة. أخضري وصل وصفاتي للجيل الجديد. دور على الأخضر في اليوم الوطني مع ترينديون. استمتع بخصم لغاية 94% من 20 إلى 26 سبتمبر. هناك شيء استثنائي ومبهج يخص الوصفات العربية التقليدية القديمة، ويتوارثه جيل بعد جيل. المذاق الحقيقي لوصفات الشرق الأوسط التقليدية، خلطة بهارات إسترن العربية. يا خادم البيتين، يا الشعب خلبان دائم واقفك تحل القضية، ومحمد اللي شاع ذكره ملك طار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 94 عاماً من الرخاء والازدهار قادها الملك الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وتستمر حتى اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده. في هذه الليلة لمسنا وإياكم مشاعر الفرح والسعادة في مدن المملكة المختلفة، ونستمر معكم بتغطية احتفالات الوطن بهذا اليوم الهام والعظيم لأبناء فخورين ومعتزين بوطن لطالما كان فخرا وعزا لهم. Yeah.
الله من جديد مشاهدينا وأحبابنا، نواصل معاكم تغطية احتفالات وفعالياتنا الوطنية بهذا اليوم الغالي علينا جميعا مع شبكة المراسلين المتواجدين في مختلف مناطق المملكة. عاصمتنا الرياض الزميل سلمان سليس بيقدم لنا الآن الاحتفالات والفعاليات المقامة بهذه المناسبة. مساك الله بالخير سلمان، يوم غالي لنا جميعا، لو تحدثنا الآن عن الموقع المتواجد فيه وما هي الفعاليات المتواجدة أيضا والمقدمة فيه للزوار والمواطنين. أهلا وسهلا بك، مساء سعيد ومساء الوطن سعيد، وإنجازاتنا ونجاحاتنا دائما تتوالى ومن تطور إلى تطور يعيشه هذا الوطن الغالي. واليوم الكل سعيد جدا، الاحتفالات بدأت من أمس واليوم وغدا هو اليوم الوطني، ولكن احنا الآن نتواجد في أحد الفعاليات في العاصمة الرياض، وبالتحديد في فعالية جميلة جدا تقيمها إذاعة الرياض، فعالية جديدة جميلة في بوث، تشارك العالم في بوث جميل جدا ونقل مباشر من إذاعة الرياض. للحديث عن هذه الفعالية انضم بجانبي الآن الأستاذ عبد الرحمن الثنيان أحد مقدمي البرامج. حياك الله زميلي عبد الرحمن، ودنا نتحدث عن هذه الفعالية، إيش هي الفعالية؟ أولا حياكم الله أنتم زملاء، ونحن نكمل بعضنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون في هذا المكان. شكرا لك يا سلمان، شكرا لزملائك، شكرا أيضا للأخوة في القناة السعودية. طبعا نهنئ هذا الوطن، نهنئ قيادته ممثلة بخادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين، وهذا الشعب الأبي الوفي الذي يحب هذه الأرض أيما حب، حتى أصبح مثالا يحتذى ويضرب به المثال بوفائه وحبه لوطنه. اليوم نحن متواجدون في هذا طبعا المجمع لكي نكون يعني أقرب للناس، نقرب للناس، ونفتح أيضا أبواب الإذاعة للناس اللي يشوفون كواليس العمل الإذاعي في مثل هذا اليوم. في كل مرة طبعا الحمد لله احنا بدأنا ايضا البث الإذاعي في يعني اليوم الوطني منذ الأيام السابقة، بدأنا التمهيد، ولكن اليوم بشكل رسمي بدأنا منذ الصباح الباكر. لكن هذا البرنامج كان الخيار ان يكون متواجد بين الناس وللناس ومع الناس، سيكون فيه ان شاء الله يعني لقاءات مع المختصين، لقاءات ايضا مع ضيوف كرام، ولقاءات ايضا مع الناس من خلال زملائنا المراسلين المنتشرين في أرجاء هذا المجمع. طبعا هذه الفكرة أتت يعني مجرد فكرة ونميت وباركها أيضا سعادة مساعد نائب الرئيس الأستاذ فيصل العيافي، وأعطانا كل المساحة لتنفيذ هذه الفكرة، لنكون أيضا مثل ما قلت قبل شوي نحن قريبين من الناس، ونفتح يعني أبواب الإذاعة وأذرعنا أيضا للناس المتواجدين هنا، ونشاركهم الفرحة وشاركونا كذلك أيضا هذه المعلومات اللي ممكن يتعرفون عليها من خلال مشاهدتهم لكواليس العمل الإذاعي. شكرا لك عبد الرحمن. طبعا تنضم الآن معنا الأستاذة مريم وهي زميلة لنا ومقدمة برنامج. مريم، أبي أسألك عن شعور الناس، كيف شفتي؟ هو أجمل شيء، بس خلني في البداية قبل أبدأ معك سلمان، أكيد أرحب بمشاهدين القناة السعودية اللي هي قناة رح نواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا تغطية هذه الفعاليات المختلفة من كافة مناطقنا في المملكة العربية السعودية. نطلع معكم هذا الفاصل وعودة مجددا في هذه التغطية الوطنية، خليكم معنا.